إذا ناخذ هلا مراجعة ستار وكذا ستار دلتا كونكتد لود عندي إذا بس أدخل بثري فيز سيستمز ممكن أشبك لود يا ستار يا دلتا أو مرات نسميه واي واي ودلتا إذا عندي إذا لود شبكته ستار طبعا انا راح احطه هيك لانه ممكن يكون هو ريزيستيف ممكن يكون اندكتيف ممكن حتى يكون في جنب ريزيستيف كاباسيتي راح اسميه هذا زد 1 وهذا عندي هذا زد 2 وهذا راح اسميه زد 3 وعندي هذا اللود راح يجي 3 فيز سورس ولو فرضنا 3 فيز سورس حتى 3 فيز سورس كمان ممكن ينشبك طبعا بنت راح نفرض انه 3 فيز سورس اذا كان له سكندري للترانسفورمر من هون هلا هون راح يطلع عندي الفولتجز هذول هلا الفولتج ما بين النقطة هاي والنقطة هاي بنسميه في لاين اذا الفولتج بين هون وبين هون هذا في لاين ونفس الشيء الفولتج ما بين النقطة هاي والنقطة هاي كمان في لاين والفولتج بين النقطة هاي والنقطة هاي اذا في لاين اذا هذول الثلاثة بنسميهم في لاين الكرنت اللي ماشي هنا لو شبكت هذا اللوب هذا السورس مع هذا السورس وهذا مع هذا وهذا مع هذا من هون الكرنت اللي راح يمشي عندي هون يعني بحط هون انا خط مقطع بالاحمر هاي النقطه اللي ما بين اللود والسورس الكرنت هذا اللي ماشي هون راح اسميه اي لاين اي لاين اي لاين إذا الثلاث خطوط هدول اللي راحوا من السورس لللود الثلاث خطوط هدول الفولتجز بينهم هي في لاين والكرنتس اللي ماشي فيهم هي اي لاين كله هذا لاين بنسميه اي لاين لما نيجي على اللود هلا لو جينا على حالة ستار كونكتد لود وين الفي لاين هون؟ هذا وين الاي لاين؟ هيو ماشي هون هلا لما ادخل على اللود نفسه هذا صار اسمه اي فيز وهذا صار اسمه في فيز اذا عندي اي فيز في فيز من هون هذول لما دخلوا على اللود اذا هلا صار في عندي اختلاف ما بين الفي لاين والاي لاين مضبوط بس الربط مش لازم يكون على الثاني صح كلامك اذا بدنا نكون دقيقين هو هذا الاصل فكان لازم بس تتساهلت وتكاسلت تفضل هذا هيك الاصح اني اشبكه حتى يكون كل واحد معي هلا عندي ايش العلاقه بين الاي لاين والاي فيز؟ ماشي ايش السؤال؟ هو خلص يعني هو يعني ارتب السيمتري انه واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين ثلاثه كتكون سيمتري يعني تكون سيمتري صح نعم تفضل نعم متساويين مش هيك؟ الاي لاين في الحالة هذه والاي فيز نفسه اذا بحالة ستار كونكتد لود كونكتد لود اي لاين تساوي اي فيز مضبوط ما فيش اختلاف بينهم متساويين متساوي اي اذا بحالة ستار كونكتد لود ما في عندي اختلاف بين الاي لاين والاي فيز متساويين لكن لو جيت اطلعت على الفي لاين هاي الفي لاين صارت بين هاي النقطة وهاي النقطة وهي الفي فيز بين النقطة هاي والنقطة هاي هذول بطلوا متساويين مش هيك؟ إذا في حالة ستار كونكتد لود الفي لاين لا تساوي الفي فيز إن فاكت الفي لاين أو الفي لاين تساوي الفي فيز مضروب في جذر الثلاثة جذر الثلاثة نعم من وين الجذر الثلاثة؟ جيد هلا انا عندي لما باجي بطلع على هدول لو اطلع على افرض هذا في 1 هذا في 2 هذا في 3 اوكي هدول اذا بتطلع عليهم كانه هذا الفولتج هو هذا الفولتج الفي فيز مضبوط وهذا الفولتج هو هذا الفولتج الفي فيز وهذا الفولتج هو هذا الفولتج مش هيك؟ هلا احنا لو انه مش فيزرز هدول كان بجمع جمع بطرح طرح رياضيين بس هدول الفيزرز الفيزرز كيف بعملهم زي معاملة مين؟ معاملة الفيكتورز مش هيك؟ هلا لاحظ الفي لاين بين هون وهون بيساوي هذا الفولتج ناقص هذا الفولتج مضبوط؟
الفولتج بين نقطة ونقطة، النقطة الفولتج بين A و B شو بيساوي؟ VA minus VB. إذا الفولتج اللاين فولتج بين النقطتين هذول رح يساوي V1 minus V2. minus V2 إيش لازم أعمل فيها؟ أكس بدي أعكس. إذا باخذ هذا الطول بحطه هون زي الفكتور، هم فيش فكتور هذول. هذا صار minus V2. بعدين كيف بجمع الفكتورز؟ الفيزرز كمان بجمع فكتورز، مضبوط؟ مش أخذت الفكتورز بالفيزيكس؟ هيك صار عندي هلا المحصلة. وين صارت المحصلة؟ هيك مضبوط. مين أطول؟ مين بيطلع أطول؟ المحصلة أطول بس مش ضعفها، مضبوط؟ مش ضعفها. هلا العلاقة بينهم بدنا نتبع أي طريقة بدك إياها، إن كانت تتبع الكوساين بالكوساين دول. لاحظ هذا الطول هو نفسه هذا الطول، مضبوط؟ مش هذا نفس هذا نفس هذا الطول كطول، مضبوط؟ إذا هذا الطول مساوي لهذا الطول. طب الزاوية هاي إيش رأيك بالزاوية هاي؟ لاحظ الزاوية هاي كبيرة قديش؟ 120. لازم تكون 120 حتى يكونوا 360 مجموعة. إذا هاي الزاوية كلها 120 وهذا خط مستقيم، قديش الزاوية على الخط المستقيم؟ 180 ناقص 120 شو بتعطيني هون؟ 60. بس أنا بالسيمتري بالتماثل شو عملت بزاوية 60؟ نصبتها. هاي 30 وهاي 30. اذا هلا السؤال حتى نطلع هذا الطول ايش لازم اعمل؟ بدي اجيب مثلث زي هيك. هذا الطول مساوي لهذا الطول، وعلى فكره هذا هو عباره عن في فيز، مضبوط؟ وهذا في فيز، وهذا الطول شو هو؟ في لاين. وهاي الزاويه هون 30 وهاي الزاويه هون. هلا في اكثر من طريقه تطلعها. ممكن اسهل شيء يمكن بالمثلثات، صح؟ اسمه مثلث ال. هاي مش هاي الكوساين بتصير نص في ال على الفيز بيساوي كوساين ال 30، مضبوط؟ قديش كوساين ال 30؟ نص في ال جذر 3 جذر 3 على 2 مش هيك؟ 0.866، مضبوط؟ اذا في لاين هذا طول، هذا في لاين على 2، مضبوط؟ في لاين على 2 على في فيز شو بيساوي؟ جذر 3 على 2. بصير اشطب 2 هاي مع 2 هاي. إذا في لاين شو بيساوي؟ مضبوط؟ من هون اجت الجذر الثلاثة. طيب مين يسأل السؤال عن الجذر الثلاثة؟ شو بتلاحظ كمان في اختلاف بين الفي لاين والفي فيز؟ مش بس الطول. الزاوية. في لاين بالحالة هاي أو في 1 2، في 1 ماينس في 2، إيش زاويته بالنسبة لفي 1؟ ليدينج باي 30 ديجريز. أوكي؟ إذا في كمان اختلاف بالزاوية. إذا نرجع لهاي، إذا بالنسبة لستار كونكتد لود، اي لاين يساوي اي فيز نفسه بالزاوية وبالماجنتيود. في لاين بي فيز ما بتساوي، البي لاين بيساوي بي فيز بجذر الثلاثة، والفي لاين هذا طبعا البي لاين بي 1 2 ليدينج باي 30 ديجريز، إذا بنطلع على الزاوية، ماشي؟ إذا هذا بالنسبة لستار كونكتد لود. لو جينا الآن على بالعكس دلتا كونكتد لود. هذا مهم للاندكشن موتور، لانه لما نيجي على بعض التيستس او كيف انت بتشبكه الماتور، لما انت تشتري الاندكشن موتور ممكن يكون من داخله مشبوك ستار وممكن يكون مشبوك دلتا، وممكن يكون معطيك اياه بحيث انك انت تشبكه زي ما بدك ستار او دلتا. بعض الاحيان الاندكشن موتور ممكن انا اطلع الست اسلاك. ليش ست اسلاك؟ كيف بقدر اطلع ست اسلاك بالاندكشن موتور؟ شو هم الست اسلاك؟ كم وايندينج انا عندي جوا؟ فري فيز. هو فري فيز كم وايندنج راح يكون عندي فيه؟ اثنين. الاندكشن موتور ثلاثة. ثلاثة هذول اذا طلعت الست اسلاك صار بامكاني اوصلهم زي ما بدي. ليش في ثلاثة بالاندكشن موتور؟ الاندكشن موتور في داخله مش قلنا في 3 بول متذكرين؟ شو في عندي 3 فيزز؟ اذا في عندي هاد وفي عندي هاد وفي عندي هاد. هلا ممكن المحرك يجيني الاندكشن موتور هاي مشبوكه داخليا، خلص ما بقدر اوصلها. وشو التيرمينالز اللي طالع على برا؟ وممكن يكون هو داخليا مشبوك جاهز هيك. وشو التيرمينالز اللي بتطلع لي لبرا؟ مش ممكن هيك وممكن هيك وممكن ايش كمان؟ ستة. ممكن يكونوا مش مشبوكين. هذا بيعطيني طرفين يو 1 يو 2 V1 V2 W1 W2، انت بتشبكه زي ما بدك ستار او دلتا.
اذا نيجي على الدلتا كونكتد لود، هلا الدلتا كونكتد لود بعكس اللي هناك بيكون عندي هي واحد من اللودز، هي واحد من اللودز، وهي واحد من اللودز. هلا هون انا بيجيني V1 V2 V3، هذا عندي بين هذا وهذا V9، بين هذا وهذا V9، والكرنسي اللي ماشي فيهم هي I9. راح اشبك هلا هذا، راح اشبكه هون، راح اخذ هذا اشبكه هون، وراح اخذ هذا واشبكه هون. هلا V9 و V phase ايش العلاقة بينهم الان؟ متساويين، لانه هي V phase مضبوط، وهي V9 اللي جاي من هناك هذول نفسهم، ونفس الشيء V9 اللي جاي من هون هو نفسه V phase، و V9 اللي جاي من هون هو نفسه V phase. إذا بحالة الدلتا كونكتد لود V9 بتساوي V phase، ما في مشكلة. وين الاختلاف صار؟ طلع الكرنت هذا اللي جاي من هون، هذا الكرنت مش بيتفرع هون وهون؟ والمشكلة إنه بيتفرع بزوايا، مش إنه بينقسم نصه هون ونصه هون. ها؟ واضح؟ الكرنت اللي بيجي هون ما بيتفرع نصه هون ونصه هون، لأنه عم نحكي عن فيزرز، إحنا ما بنحكي عن سكيلرز. إذا هون بالحالة هاي بكون عندي I9 بيساوي جذر الثلاثة I. فالدلتا كونكتد لود الكرنت اختلف بالنسبه للستار كونكتد لود الفولتج اختلف، وهذا مهم نعرفه، لان المحرك لما يجيك سؤال على الاندكشن موتور ولا لما نبدا نطلع على اللوك روتر تيست واللو لود تيست لازم تعرف انه ستار او دلتا عشان تعرف تحب تشوف قديش الفولتج اللي جاي على الكود الموجود. اذا كان محرك دلتا معناها الفي اللي جاي الفي 9 هو نفسه الفي فيز، اذا كان ستار معناها الاي 9 هو نفسه. ماشي، واضح الاختلاف بين الدلتا والستار كونكتد لود والدلتا كونكتد لود. في حالة من الحالات بيكون الفولتج والكرنت العلاقة بينهم جذر الثلاثة، وبالحالة الثانية الكرنت اللي بيكون جذر الثلاثة.